بسم الله والحمد لله ولا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم بعد. هذه الآية هذه ما لا تحترم المسار الزمني. جاء سيدنا نوح ونصره الله عليه السلام، وجاء سيدنا هود عليه السلام باسمه سميت هذه السورة الكريمة، أو قوم صالح قالوا بعض الرواة يقولوا كنوا نبي عربي، فما وقوم لوط منكم وما قوم لوط منكم بعيد، يعني المسافة الزمنية بينكم بما جرى لقوم لوط تعينكم على فهمي وقصدي إصلاح حالكم، يعني كنت في سخط الله، أنا قلت لكم تبعوني على شرط ما أمر المولى بإبلاغكم إياه، فهيك القرب نتاع النكبة اللي جات سودوم وغمور تعينكم على أن تقولوا صار هي الحكاية هي سليمان بن واه لا تجد لآية الله لا تبديل ولا تحويل، هاي نرجو ما عملوش واستغفروا ربكم يعاودوا لهم المغفرة يريتان لابيل دوموندو دو باردون، وقلنا الاستغفار هذايا له ما خصائص كبيرة، يلزم يكون المجرم في قلبه مجرم ويفكر كيفاش باش يرضي من اعتدى عليه ويرضي قبل ذلك المولى سبحانه وتعالى ويجنب روحه أعدائه من الشعب اللي هو ينتمي إليه، لأنه اللي أصاب بغير حق إنسان أو جماعة أصابهم بعض الجماعة الكبرى، ترى اللي حين أذى الجماعة الصغيرة فقد أذاهم، هنا يدخل الخطر يعني في مسرح الخطر، ولهذا يجب يفكر أن يلوج المغفرة أن يلوجها على كل أطرافها وكل أبعادها، والحديث يطول لا فائدة، نعود إن شاء الله تعالى إلى القرآن العظيم.